السلام عليكم، أهلا بيج. حكينا ليش اتطلقتي؟ طلقت من رجلي لأن كان كلش عصبي ودائما يضربني على أي شيء، على أي سبب يضربني، فأنا شردت من يومهم، شردت طلعت واتطلقت. زين، خلنا نرجع شوية للبدايات. شلون تعرفتي على زوجك؟ شلون صار النصيب؟ احكيك من البداية. أول شيء يعني شلون يعني صارت القسمة، كنت بالمتوسطة بعدني يعني ما قبل لا أبطل المدرسة. من نطلع من المدرسة يوقفون ولد بالشارع، أكو بيوم سيارة واقفين بالشارع، فأنا ما أهتم لهم ولا أعطيهم مجال، وأرجع أنا وصديقتي للبيت حتى لو حكوا هاي ما أهتم وأمشي. بس مرة طلعت كانت صديقتي غايبة، وطلعت من المدرسة وحسيتهم عرفوا أني وحدي وإجوا يمشون وراي، فأني غيرت بيتنا يعني رحت غير فرع، قلت بلكي أتيهم ويروحون يملون، ظلوا يمشون وراي. دخلت الفرع مالتنا، فواحد من يومهم هم يعرفون هذا هنا بيتنا، فجرت جنطة مالتي. من جرت جنطة أني خفت وظلت أعيط وقلت له شو تريد، وخفت خاف يصير لي شيء يعني يسوون شيء، لأن هم مجموعة وما انتبهت إنه أكو أحد بالفرع أو لا. فواحد إجى ركض وضربوا الولد، بعدين عرفت هذا ابن جيراننا مازن، هو ابنهم مازن كبير، فضربه ويعني دمه. أنا مهم ركضت يعني ركضت للبيت، وأمي شافت تشبيك الصاير، فحكيت لها هذول يمشون وراي ومازن إجى ضربهم، فأمي طلعت لهم هم شردوا شكرت من يمه وما رجعوا بعد، لأنه هم يعني تعدوا على بتعالم، يعني ما أعتقد يجون يعني يصير عشائر لو شيء، حتى لو ضربوا ابنهم شي يقولون. فالولد أنا يعني من هذا موقفه واللي سواه، تعرفون أنا بعمري يعني من متوسطة وحبيت هذا الشيء، فظليت يعني كل يومية أتمنى أشوفه، من أرجع المدرسة أشوفه، مرات أشوفه يطلع ومرات لا. مدرستي أنا ما كملت دراسة يعني بالثالث، عدت همين سنة، عدت سنة بعد مو زينة بالدراسة فما كملت، فقلت لأمي أريد أبطل، بطلت وظليت بالبيت. فسمعت يعني أنه هو خطبوا له، هو ابن جيراننا، أنا خفت وضجت يعني لأن تمنيت يكون إلي، فظل أنه بنفسي أنه أتزوج هو هذا الولد مازن، لأنه وقف لي حسيته سند إلي. وهاي تجيني قسمة ما تصير يعني، انخطبت مرة، اجوا نسوان وحكوا وي أمي وهذه، وشفت الولد ورأسا وانفصخت، ما يعني ما أكمل بالزواج. هو ورا زواجه يعني ما طول 6 أشهر وقالوا إن هو طلق، وإجت يعني وحدة من جيراننا تحكي وي أمي، قالت لها مازن طلق ويشوفوا له بتحلال هسه. يعني أمي ما سألت ليش طلق، شنو اللي صار؟ فأنا من سمعتهم هيك حكيت وي أمي، قلت لها أنا رايدته، أنا يعني عادي أحكي وي أمي هي تفهمني، قلت لها وليش تروح من يمنا فرصة؟ فأنتي احكي وياهم يعني احكي وياهم بلكي يعني يخطبوني. أني أمي شافت الموضوع صعب، وشون تروح تحكي يعني وينك وحدة تخطب البتها؟ بس راحت حكت وي نفس المرة هي الوسط إن الكلام، قلت لها ترى إذا تريدون يعني فرح موجودة، وليش أنطيها أني الغربة وأنتو خوش ناس، وما ننسى موقفها اللي صار قبل كم سنة وياه. فهي وصلت لهم الكلام، أمه كيفت، وعندها أخت هو وحدة، إجا هو هي أمه وأخته، من إجوا يعني شافوني وانعجبوا بيا، ما شايفيني بس ما شايفيني يعني بالبيت، وهاي يعني من أطلع ولا يعني من أعرفهم ولا يدخلون علينا ولا ندخل عليهم. بعدين هو شافني وصارت الخطوبة. فترة الخطوبة ما طولنا احنا هواية يعني تقريبا 2 أسبوع، ما أدري أنا هو الغراض نفسين مال ديكه اللي طلقها لو لا، يعني قال لي غرفة جاهزة بس يشتري لي نيشان وذهب، ما جاب لي بس بالبداية حلقة ومحبس، وإحنا قابلين يعني سوينا عقد سيد، بس ما سوينا لا تحليل ولا رحنا عقدنا محكمة ولا شيء، بس على عقد السيد. وأنا كان عمري يعني
مو مال انه محكمة لازم بعد ما يقبلون المحكمة، وهو يقدر يسويها، يقولون يعني اذا ينط فلوس للمحكمة يقدر يسويها بانه يسوون عقد محكمة، بس ما سواها. احنا ما اهتمينا لهذا الشيء ولا الموضوع ولا حكينا بيه. فترة الخطوبة من نجي نسولف ونحكي وهاي يعني أحسه عصبي عصبي يعني. تعدش تليفون؟ قلت له لا ما عندي تليفون. وين تطلعين وين تروحين؟ ده هاي أمك تطلع وياك، أو إذا تريدين شي قولي لي أنا أجيب لك. أنا شفت هذا الموضوع إنه من غيرته أو هاي، لأن أنا حابة الغيرة اللي عنده وما أنسى اللي سواه على مودي. فزوجنا زوجنا يعني بالبداية شوفهم هم دائما بيناتهم هو وأخوه وأخته، يعني واحد يحكي على الثاني، يعني عصبيتهم أعصاب يعني ما أعرف، عصبيين بكل شيء، تصرفاتهم عصبية. فصار شهر على زواجي عادي طبيعي حياتي وياه. فبيومها هي أول مشكلة صارت وياي، أخته كانت باعة تلفزيون الساعة بالوحدة بالليل، هو نزل المطبخ يشرب مي شافها قاعدة، كتلها كتلة كسرت لوحة. طبعا ظلت تبكي وهاي، انا قلت له ليش تضربها؟ واذا باوعت قال لها شنو ما عدت بناتي سهران على التلفزيون؟ طفى التلفزيون. ثاني يوم اختي قالت لي يعني عادي انت ليش مستغربه؟ واذا ضربني اخوي ويضربني شنو يعني عادي؟ انا ما سالتها ولا قالت لها يعني ليش ضربك؟ عرفنا هذا الشيء. يعني انا اضف شنو اساعدهم بالبيت، ما اعرف اطبخاني يعني، هي ظلت تساعدني امه تعلمني، بس هو كل يوميه من يجي ها ما طبخت ها ما خبزت شنو تترين ترجعين لاهلك؟ قلت له جايه اتعلم اني، انا عند اهلي ما يخلوني اشتغل، امي تسوق لي. إيه هي هاي التربات هاي يعني احكي كلام مو حلو. ولا شكيت ولا حكيت لامي من اروح لها عادي. ظل كل ما يجي ظلت امه قالت لي انتوا عليك بعد الغداء قاعدين من الصبح وتسوين الغداء، ب 12 الغداء جاهز. يجي هو وعده محل يعني محل نفس المنطقة يشتغل بيه، ويجي ب 12 يتغدى. إذا ناقص ملح أني يضربني، إذا ناقص اليوم الخبزة لو بيها شوية حرك هم يضربني، بس ضربة مو ضرب عادي يعني ضرب يأذي. يعتبر وجود الإساءة والعنف في الزواج أو في الأسرة دليلا على نهاية الزواج، إذ يكون عادة إنهاء الزواج في هذه الحالة الحل الأمثل لجميع الأطراف. وفي بعض الحالات يستطيع بعض الأزواج إنهاء الإساءة والتغلب عليه وتجاوز الأمر، ولكن في الأغلب يكون الأزواج والأطفال المعتدى عليهم أفضل حال عند انتهاء الزواج. بالبداية أريد نعرف شنو معنى العنف الأسري قانونيا في العراق؟ العنف الأسري هو له شقان، الشق المادي والشق المعنوي. الشق المادي يتناول تعنيف المرأة بصورة عامة، سواء من قبل الزوجة، الأخ، الأهل، العائلة. أما العنف المعنوي هو اللي يضر زوجته أو أخته بطريقة نفسية، ويتعامل معها بعنف يؤدي إلى المعاناة النفسية التي تمر بها. وهنالك الكثير من النساء في العراق يعانون الكثير من التعنيف، وخاصة في مجتمعاتنا نرى التعنيف قد سيطر على المرأة بصورة يعني ونسبة هائلة جدا. التعنيف الجسدي؟ نعم. طيب قانونيا كيف تثبت المرأة التعنيف؟ تثبت المرأة التعنيف عن طريق التعنيف المادي، وهو يعني من خلال الضرب الجسدي التي تتعرض له. لكن الكثير من النساء خوفهم المسيطر عليهم أكيد ما راح يقدرون يقدمون القضايا بسبب ردود أفعال المجتمع، العائلة، الزوج الذي يمنع ذلك. فالصراحة يعني القانون العراقي تناول شيء بسيط لإعطاء الحق في التعنيف الأسري. يعني لإثبات التعنيف لازم ترفع قضية وتثبتها. نعم. وشو اللي يترتب عليها؟ تحتاج خبير وغيرها؟ أكيد يعني هي الأمور اللي تترتب عليها التقرير الطبي الذي يثبت التعنيف الجسدي لدى المرأة، وثانيا الخبير
طريقة تعنيفها، سواء كانت بآلة حادة أو بالضرب أو ممكن بشيء مادي ملموس، فهذا كله يثبت عن طريق الدعوة التي تقدم في العنف الأسري، وتتناول أكيد الكثير من الأمور. طليت صبرت شوية، بعدين رحت لأمي قلت لها، قلت لي عادي ماني، يا ما ضربني أبوك، يا ما صارت عمتك ما أدري منو صار وياها، وهاي تحملي استحملي. صارت أشهر، وطبعا هاي الأشهر ما صار لي يعني حمل، فقلت له خلي راجع، خلي أروح أشوف شنو السبب. يقول لي أكيد بيش السبب، قلت كل شي ماكو أدري بيش، ما بيش فايدة. تحملت كلامه ورحت للدكتورة. تعرفون دكتورة طبعا هاي أرخص وحدة هي كشفيتها 20,000، ويمنا لقيت وحدة 15,000. أنا أروح وين اللي تكون يعني مو هواي فلوس؟ رحت لها، قالت لي إنه عندك تكيسات، وهاي قبل منش أنت بنية يعني عندك يعني تاكلين هواي حلويات، وهاي أنا مدللة عند أهلي، فهي هاي السبب، هاي راد لك إنه تغيرين الأكل مالتك بعد ما تاكلين حلويات وهاي حتى تروح من يمك. أنا قلت له بهيجي؟ قال لي ها، أنت جايبة المرض من أهلك. كتني فوق الضيم اللي عندي، أنا هم كتني. قلت لأمي، قلت لها يا بشو كتني أنا، قلت لها يعني أسوى مو يصير، كل البنات عتها ويا ما بنات عتها وصارت وتعالجت، وهاي شهر شهرين اعطتني علاج هي الدكتورة بس ما فادت، وكل ما أروح لها يعني همي المصاريف وهاي وعلاج شكل، وهي المفروض يعني لازم يعني يكون أني مو ضايجة من أروح، وهاي لازم حالتي النفسية زينة. فالدكتورة قالت لي خلي هو يسوي تحليل حتى نتأكد السبب، مو بس منك، إذا هو حتى هو هم يأخذ علاج. أنا قلت له سوي تحليل، هو أنت شنو تشكين برجولتي؟ أنت شي ظل هم يقتلني، ومو بس أنا يقتلني يعني حتى أخته، أي شي تسوي أخته هم يقتلها، وهي عادي متعلمة يعني شلون واحد جسمه متدبغ على الكتل. فقلت له لا ما بيها مشكلة يعني. قلت للدكتورة يابا ما يقبل، قالت عوفي احنا علينا انه انت تتعالجين. الحمد لله تعالجت انا وطبت، لانه غيرت اكلي، ظليت ما اكل وياها، ما انا اطبخ لي ابح ادي اكل يعني حتى حلويات، شكر ما اكل، شاي ما اشرب، يعني انا غيرت باكلي الحمد لله طبت، وهم ما صار اطفال. قال لي انت السبب بيك؟ قلت له يا باني ما بي شيء، والدكتوره اذا ما صدقني تعال وياي واسمعها، تقول انا ما بي شيء، هم ظل يضربني. أنا ما تحملت. بيومها اللي صارت طلعت من البيت، كان بالليل يعني، همي صارت مشكلة هو وأخته، أنا قهرت عليها فحاميت لها، فهو ظل يضربني بس يعني يضرب، هو ظل بالحزام مالته يضربني ويضربها. فأني شو اسمه خذت يعني فكيت نفسي منه قوة وطلعت من البيت، بس العباية ورحت لأهلي. قلت لهم بعد ما أرجع أنا مليت كافي، يعني شوفوني يعني كل دماي آثار اللي من مرة لمرة، حتى إذا بدي آثار أقول لهم هاي أنا من الخبز من التنور، اللي هو ما يدرون حزام لو بشنو ضاربني. ف قلت لهم طلقوني، أريد أطلق. هو قال عادي خل تطلق، بس شو تطلقين وإحنا ما مسوين عقد محكمة؟ طلقها سيد، طلقنا سيد، خلصت العدة. أنا قلت له ما أريد حقوقي أنا شون. فإحنا محامية بمنطقتنا وهي يعني حبابة وما أخذت مني فلوس، قالت ما يصير، أنت ماكو عقد، لازم ترجعين يصدق عقد وسوون عقد وهاي، وإذا تريدين يعني شون إحنا اتفقنا أنه أرجع له حتى بس أنه نسوي عقد، ووراها إذا طلق إلي حقوق. فاحنا عمي طحنا عليه وحاكينا وحاكته امي، وانا دائما اقول لك امي لانه انا ابويا متوفي واخواني صغار، يعني انا الكبيره مالتهم، ما عندنا احد يعني ما عندنا رجال يتدخل لنا، فاحنا نروح له. قبلوا هم رجعوني، رجعني نفس الشيء نفس طبيعته ولا تغير، وقال لي هاي انت لك فرصه شهرين بس. انا ها قلت له يعني نرجع بس نسوي شو اسمه نسوي عقد محكمة هالمرة، زواج جديد وعقد محكمة. قال إيه بس أنا ما أدري بي يعني ضام لي ضمة ثانية. شرط علي إنه إذا شهرين ما صار حمل أنت ترجعين لبيت أهليك.
قبلت أني والله سوينا عقد ورجعنا، وأني أصلا من طلقت منه ما أخذت لا غراضي ولا شيء، وحتى هنا الغراض حسيت إن مال زواج الأول يعني. بالحقيقة المجتمع نشأ مجتمع ذكوري، أي شخص يعني يحس أو يسمع أنه علي شائبة من الناحية الجنسية، أقصد الرجال من الناحية الجنسية، أنه عنده تقصير بجانب معين، أو هو التقصير يعني مو معيب ولكن خلل طبي معين، أو خلل بإفرازات الغدد، أو خلل بنوع الغذاء أو كذا. هذا الموضوع مجتمعنا يأخذ على محمل الانتقاص من الشخص، لكن بالحقيقة المفروض مجتمعنا يشجع هذا الشخص على أن يروح ويعالج، بدل أن يأخذ نظرة الازدراء والنقص على هذا الشخص. المفروض يشجع أو يدفع باتجاه العلاج وإبداء النصح والمشورة الطبية، على مود يبدي يأسس ويكون عائلة بالحقيقة هي ممهدة للاستقرار الأسري. الآن الأسر من يصير عندهم حالة ولادة تبدي الأسرة تكون أكثر استقرار، لأنه يبدي يكون الحل الوسط أو شلون إحنا نسميها التهدئة داخل الأسرة تنوجد بوجود الأطفال. لكن مثل ما تفضلت حضرتك، هذه الحالات أكيد لها تأثير بتنشئة الفرد نفسه. يعني هذا الرجل اللي يتصرف بهاي التصرفات ونتيجة عدم إنجاب زوجته للأطفال، والسبب يرجع إليه لأنه هي تم علاجها بصورة نهائية وبصورة صحيحة على أكمل وجه، هذا يرجع إلى أنه شخصيته شخصية مهزوزة، إن لم يكن يعاني من بعض الاضطرابات النفسية، كأن تكون الصدمات في الطفولة أو الشعور بالنقص من حالة معينة، أو أكيد طبعا ترجع لأسباب التربية الأسرية وترجع لأسباب الوراثة، أكيد عامل يعني مهم جدا بهذا الموضوع تأريخ المرضي لأسرة هذا الرجل. المهم نفس الشيء ونفس التعامل، راح شهر وأنا لازم قلبي، بلكي الله يسرح من رحت للدكتورة حتى يلا يعني ما تأخذ مني كشفية، هو قلت لي ما تحتاجين علاج، هو جيبي لي بس منه هو تحليل حتى نعرف إذا عنده مشكلة، عنده التهاب، عنده شيء يتعالج. ما يقبل هو أصلا، ما أقدر أحكي وياه هذا الشيء، يعني إذا أحكي وياه هم أحصل لي كتلة وكشو ماكو. كان خلصنا الشهرين يعني وحاسبهن بالملي، بنفس اليوم إجي أول ما شافني نزع الحجام، نزع الحزام وظل يضرب بيه، ظل يضرب يضرب حد ما أني يغمى علي من الضرب. عاد أخته وأمه تدخلين عوفة، أنا من قعدت أني قلت لهم أنا ما أبقى بعد، يعني عاشت لك يوم على تربيتك لابنك، وخذت عباتي وطلعت. بس أنا شنو خذت الحلقة مالتي والمحبس، لأن بس النذني عندي هو لا يعطيني مصرف ولا شيء، ما خذت ملابس، ما خذت يعني قلتي يعني أنا متفقة ويا المحامي، قالت تعطيني يعني شلون حقوق وعدك حقوق وعدك نفقة وعدك المؤخر والهاي، أنا ما أدري حتى إيش قد كتب بالمؤخر، ما أدري ما سألته، بس أسأله يسوي لي مشكلة. رحت لأمي قالت أنت تاليتها يعني ما أعرف أنت ليش سويتي، كان متحملة وباقية يعني أنت من يقول إيش راح يسوي. المهم رحت للمحامية يابانية، هي طلعت من البيت قالت أنت أكدك وعقد عندك نسخة، قلت لها إيه عندي نسخة من يما، أنا ما أخذها استنساخ يعني في المرة بدون ما يدري استنسخته وضميته. رحنا للمحكمة شو هي ماكو قضية ورافع قضية ومسميني ناشز، مرة ناشز يعني هيك اكو شيء، يعني انه انا طلعت من البيت واني اللي ما اعطي حقوقه، المحامي ما يعني مقفلها علي انا انه، ويقولون انت ناشز ما لك اي حق، ما لك اي نفقه ولا لك اي مؤخر. فاني المحامي ما قالت هو يعني شلون اللي طابخها وبدون ما ندري او ما سوينا شيء، وهي المحاميه هم قالت لي يراد لك اجراءات، كان يضربني لازم تجيبين خبير او تسوين تقرير، زين ما عندي، هي خلف الله عليها تسوي لي اياه ببلاش. في بعض الاحيان يفضل اللجوء الى الهيئات التي تحمي من العنف الاسري في المجتمع للمساعده على انهاء العلاقه بامان،
ويذكر إن الإساءة تختلف عن الأسباب الأخرى للطلاق من حيث كونها ليست مشكلة في العلاقة الزوجية، إنما مشكلة في الشريك نفسه. وفي دراسة أجريت في قسم علم النفس في جامعة دينفر عن أسباب الطلاق، وجد الباحثون أن 25% ممن أجريت عليهم الدراسة يرجع سبب طلاقهم إلى تعرضهم للعنف المنزلي. تحتاج أيضاً مادياً المرأة حتى تثبت تعنيفها، تحتاج أيضاً أن تطلب فلوس للخبير، تطلب فلوس للتقرير المستشفى حتى تثبت ذلك. بعد التعنيف لها لازم تثبت ذلك بماديا ايضا. نعم. تنطي فلوس. نعم. يعني ليش هذا موجود عندنا في القانون العراقي؟ للاسف يعني انا ذكرت قبل قليل انه القانون العراقي ضعيف باخذ حق المراه بالعنف الاسري، خاصه حيث انه يعتبر يعني الماده القانونيه من قانون العقوبات رقم 41 تعتبر انه التعنيف الاسري هو تأديب للمرأة سواء كانت مقصرة يعني من قبل زوجها أو عائلتها أو كذا، فأخذوها من هذا الجانب. طيب ست مآثر، حتى تحتاج المرأة لخبير أو تقرير مستشفى لإثبات التعنيف، من يحدد التكلفة؟ نعم، التكلفة تحدد من قبل الخبير القضائي، وأيضا التقرير الطبي لا يحتاج إلى الصرف المادي، فهو كتاب يرسل من قبل المحكمة، وعفوا مو من قبل المحكمة، هي يعني تذهب إلى المستشفى ومن قبل الدكتور يقدم التقرير بنسبة التعنيف الذي تعرضت له أو الضرر اللي أو الضرر. طيب يحتاج فترة زمنية يعني تعرضت للتعنيف لمدة معينة لإثباته، مثلا بعد مثلا سنة وتريد تثبت أنه صار ضرر في وقت ما، شلون تثبت هذا الشيء؟ بهاي المرحلة ما راح تقدر تثبت العنف اللي تعرضت له، لأنه يعني احنا نعرف المرأة من تتعرض إلى الظرف هي يعني العنف اللي تعرضت له راح يبقى أثر لمدة قليلة، ممكن يومين أو ثلاثة أو أربعة. فهو الهدف من التقرير هو أنه الدكتور يفحص المريضة اللي تعرضت يعني للعنف ويقرر النسبة مالتها. إذا كان صار كعاهة مستديمة ممكن نعم. أيضاً أكيد. بإثباتها بشهود مثلاً حتى أكيد. تثبت أكيد. هو اللي سبب ضرر. يمكن إثباتها بشهود، واللي هي أصلاً العاهة المستديمة حتتحول إلى تحقيق. نعم، لأنه أي شخص يتعرض إلى حالة مستديمة أكيد هاي راح بعيداً عن العنف الأسري فهي راح تتحول إلى محكمة التحقيق. أن سبب الزوج للزوجة عاهة مستديمة قانونياً ما يترتب عليه غرامة، سجن أو غيرها؟ يترتب على الزوج المعنف لزوجته بالعاهة المستديمة هي بالحكم عليه بالسجن لمدة 15 سنة مع الغرامة. نعم. طيب هذا الشخص اللي سوى هالشكل أكيد هو غير سليم، غير سليم نفسياً. هذه الحالات يعني جوهر أو مثال على أنه هذا الانفصال اللي يصير بهاي أوقات المبكرة هو خير لربما للأمرأة إذا كانت مظلومة من جانبه، أو لربما للرجل إذا بالعكس. أما أن يدعي زوجته بالنشوز هو يعني للأسف أنه الجهات المعنية والمحاكم وبعض القضاة يقبلون بهالحالة هاي، يعني يؤيدون أو حسب الدعاء المحامي أو حسب الدعاء الوكيل تؤيد الجهات القضائية أنه هذه الأمرأة صارت ناشز وعليها الطاعة أو عليها أنه الانفصال بدون حقوق. وهذه الحقيقة المفروض يصير بها أكثر. احنا موجودين باحثين اجتماعيين بالمحاكم، لكن الدور الحقيقي للبحث الاجتماعي والنفسي ما جاي يتمارس بصورة مريحة للمختص للأكاديمي بهذا الجانب، ما يتمارس للأسف. أنا أدعو إلى أنه هاي الجهات تكثف من هذا الأعداد الباحثين الاجتماعيين، والباحث الاجتماعي هو مو يمارس دور التحقيق بس، يوقف على العلة الحقيقية بمجتمعنا. عافتني المحامية، وهم
الله يعطيها يعني ما قصرت وياي. بقيت انا احكي وياهم اقول لهم يا بك كان يضربني هاي، انت ليش ما اشتكيتي من ضربك؟ ايش اشتكي علي انا بوقتها؟ وين اقدر اشتكي عليه؟ انت ما اشتكيتي، انت لازم تجيبين تقرير على مود يثبت انه انت ضربك وترجع لك حقوقك. بالتالي كل شيء ما حصلت طلقني ولا نفقه ولا المؤخر مالتي، وما قدرت انه اسوي تقرير. الحمد لله اقول ما صار اطفال يعني، بس هسه انا تعبانه لانه جسديا يعني الاثار هاي ما جاي تروح، لانه وما اعرف يعني الله لا يسامحه ولا يوفقه يعني اقولها يعني، لانه انا ما قصرت وياه بشيء وهو ما اجى عدل وياي. شكرا لكم. عودا على بدء، هذه تراكمات فقد التنميط الجنسي الصحيح وتراكمات فقد الصحة المدرسية والأسرية الصحيحة. يعني هذا نفس الفرد بهذا وقته لما وصل وصار عمره 30 سنة أو 35 سنة وبقى يعاني من هاي الحالة بصراحة، يعني لو كان متربي ومتنمط بصورة صحيحة نفسيا واجتماعيا ما كان يمارس هاي الأشياء، وبغض النظر عن كونه ينتمي إلى طائفة معينة أو دين معين، واجب المجتمع وواجب الأسرة وواجب الأصدقاء وواجب المعلم وواجب الأقارب وواجب من يحيطون به بصورة متكاملة، يعني كل المحيطين بهذا الشخص واجبهم أن يزدون للنصيحة بهذا الاتجاه، أنه أنت شخص مثل ما حللت للدم احتاجيته لعقد الزواج، أو مثل ما حللت للدم احتاجيته لمرض معين أو علاج، هذه نفس الحالة. بعض الأكاديميين النفسيين ومن يعني سنوات سابقة طلبنا وداعينا للجهات المعنية الحكومية وبطلبات مباشرة أن يبدون مثل ما هنالك فحص للدم شريطة لعقد الزواج، أن يكون فحص للتاريخ أو للاضطرابات النفسية، وعلى هذا الأساس أكو أشخاص مختصين بتاريخ الأمراض النفسية بالبلد وأشخاص ذو خبرة وكفاءة وموجودين بجهات حكومية رسمية، مستشفيات موجودة بالبلد ومراكز للتأهيل والإرشاد النفسي. مثل ما تطلع النتيجة موجبة أو سالبة وعلى ضوء يتم عقد الزواج، أيضا كذلك أنه هذا الشخص يصلح لأن يدير أسرة، هذا الشخص يعاني من حالة معينة من اضطراب معين من الاكتئاب من الفصام من اضطراب الشخصية الحدي من التفاصيل. دكتورة بتول أهلا وسهلا بيج، حسب اختصاصكم للطب النفسي ما هو تعريفكم للعنف الأسري وما هو أنواعه مع التوضيح؟ اهلا وسهلا بكم بعياتي. اليوم حبيت انه احكي اليوم عن العنف الاسري. طبعا العنف الاسري يعني معناها هو كل تصرف عدواني من اي انواع من انواع العدوان اللي تؤدي بالطرف الاخر داخل الاسره، ممكن يصير تجاه الطفل، ممكن تجاه المراه، ممكن حتى تجاه الرجل، حتى الرجل ممكن ان يتعرض للعنف ايضا من الطرف الاخر، كان يكون اخ زوجته ممكن امه، يعني مو شرط انه يكون العنف، ان احنا من مرات من نقول عنف اسري راسا يتبادر بذهن اي شخص انه هو عنف ضد المراه او الطفل، لا ممكن الرجل ايضا يتعرض الى العنف. طيب انواع العنف الاسري؟ انواع العنف الاسري يعني بالبدايه احنا خلينا نقول هسه العنف تجاه المراه او ضد المراه، ممكن انه تتعرض المراه للعنف من قبل زوجها، ممكن من قبل اذا ما متزوجه ممكن من قبل اخوها، او حتى اذا متزوجه ممكن من قبل الزوج والاخ بنفس الوقت، من قبل اخو الزوج، من قبل والد زوجها، من قبل والدها، عمها، خالها. هاي الانواع العنف هوايه يعني انواع، منها مثلا الجسدي اللي هو الضرب وال يعني هاي الاعتداءات الجسديه، الزوج ممكن انه اكو شيء مصطلح اسمه الاغتصاب الزوجي ايضا هو موجود، رغم انه اكو كثير يقولون يعني لغط عليه انه لا ما موجود وهذا الشيء وهذا الزوج ياخذ حقه، بس هو اي ممارسه جنسيه بدون
موافقة الطرف الآخر هي يعتبر هذا اغتصاب زوجي. فممكن أنه يكون العنف لفظي، الإهانة والشتم عفوا، يعني تسميع الكلام من قبل أي طرف من أطراف العائلة، مثلا العمة تسمع جنتها، كل هذه أنواع من أنواع العنف، الحمات، الأخت الكبيرة، الأم، زوجها يهينها بالكلام ويجرحها. ومثلا العنف أنه صحي، ممكن أنه هي المرأة تتمرض ما يودوها طبيب، أو مثلا أنا المرأة جتني راجعتني امرأة كان عندها مشكلة بالغدة الدرقية ما موديها إلا أن صار كلش بدينة وتخربطة بالهرمونات وعدم انتظام الدورة الشهرية وهكذا أمور من ونحول وتعب وتساقط بالشعر ومن هاي الأمور، يعني هاي أعراض القدم. قلت لها ليش ما مراجعة، ليش هيك متأخرة بوضعك؟ قالت ما يقبل يوديها زوجها، إنه يقول لها على مود شنو، هي تجد تشتغلين وقايمة بالبيت وقايمة بالجهال، وهاي على شنو شبيش تي هذا العنف الصحي، إن يحرمها من حقها بأنه تروح للطبيب أو تراجع طبيب حتى يشوف يعني تتعالج. العنف المادي، العنف المادي انه مثلا يحرمها من الفلوس، انه مثلا اذا هي خاصه اذا غير موظفه ما عندها مورد دخل ما ينطيها مصرف او يقصر عليها، يكون مثلا بخيل وياها سواء اب او اخ او زوج، يعني احنا دا نقصد الكل يعني، او مثلا حتى اذا هي تحصل فلوس مثلا يستولي على فلوسها، ياخذ منها هذه الفلوس، او يحرمها من الميراث اخوانها او اباء الوالد من يتوفى الاخوان يحرمون خواتهم من الميراث، وهذا هسه كلش شائع هذا الشيء. اكو يعني مجتمعات بدت بعد البنيه اصلا ما تورث، يعني اللي هي الذكر نصف حظ الذكر ومثل حظ الانثيين، هاي بعدها ما يطبقوها، قاموا يعني اصلا ما ينطوها حتى الحقها، فهذا ايضا يعتبر من انواع العنف. العنف العاطفي يعني مثلا هو يعني ما يعاملها بحب، يعني المرأة هي إنسان رقيق وإنسان حساس، تحب إنه تسمع الكلام اللطيف، تسمع الكلام المشاعر، إنه تكون تحس بأمان ودفء من كل الأطراف من جهة الأب أو الأخ أو الزوج، فهي مثلا إنه هو يكون يعني شلون نقول جاف الإنسان أو عمتها أو أمها أو أختها الكبيرة، يعني الطرف الأضعف، دائما احنا يحكي على الطرف الأضعف، تكون يعاملوها معاملة جافة ما بها عاطفة، فممكن إنه هي تتأذى نفسيا، ممكن إنه تروح تريد إنه أي هذه العاطفة تعززها بمكان ثاني، تعززها مكان ثاني، وشيء أكيد راح تستغل، وممكن إنه تدخل في علاقة خطأ ويعني تنتهي بمشكلة. يعني يعني نقصد من الكلام إنه أي تقصير بواجب إدائي عن المرأة أو على أي إن كان هو هذا يعتبر عنف. نعم، نسمع دائما مصطلح عنف ضد المرأة. نعم، شنو تعريفكم انتم كنفسيين؟ العنف ضد المرأة احنا هسه يعني كل ما ذكرنا من هذه كل هذه الاشياء، لكن الاشياء اللي ذكرت خاص بعنف ضد المرأة بالتحديد، المرأة العنف يجي هذا العنف من رجل ام من مرأة ام ممكن هي المرأة ظالمة نفسها بحد ذاتها؟ اي العنف ضد المرأة ممكن انه يكون من رجل، احنا قلنا ممكن يكون الزوج، الاخ، الاب، العم، الخال، والد الزوج، حماها هي ممكن يعنفها. العنف ضد المرأة ممكن ان يكون من مرأة اخرى، كان تكون امها او خالاتها او عماتها او اللي ربتها، مثلا تستغلها كأنه مثلا تتركها، تمنعها من الزواج حتى تظل تخدم يمها مثلا، الجنة عمتها تأذيها، أو بالعكس ممكن إنه العمة أو مثلاً مرت الأب أو مرت الأب، أو ممكن لا العمة مثلاً مرة كبيرة وطاعنة بالسن تجي الجنتها تأذيها بالعكس تضربها، ممكن هذا يصير من يعني من هو الطرف الأضعف هو اللي يعتبر هو المعنف. نعم. طبعاً أكو عنف ضد الأطفال أيضاً، وهو إلى يعني مثلاً الضرب، إساءة التربية، أيضاً الصحي من وين ما يودون الطفل للطبيب، الاعتداء الجنسي، اعتداء يعني هاي انواع اخرى همينه، الاهمال الصحي، الاهمال الغذائي، كل هاي انواع من انواع العنف. الحالة اليوم اللي هو الشاهد في هذه الحلقة تعرضت لكثير من الانواع اللي ذكرتيها من انواع العنف، لكن بالبدايات نتكلم عن فترة المراهقة، فترة الدراسة الاولية اللي هي خطرة جدا للفتاة، وشون تتأثر بموقف الحب. ذكرت قبل قليل انه لازم تكون الفتاة يعني بحياتها حب، سواء من اهلها او احد، حتى ما تنظر لتعزز الحب في مكان اخر. الموقف اللي صار معاها مع هذا الزوج اللي زوجته بعدين، شنو تصنيفكم له؟ يعني هل هو يعني موقف يحتسب انه هذا الشخص يكون هو شريك حياتي بموقف واحد انه اعتبره، ام لا؟
يعني نحكي عن حالة اليوم. طبعا أنا عندي كثير من التعليقات عن موضوع اليوم. أولا البنية أول ما تبدي تشب وتبدي تدخل مرحلة تقترب من النضوج اللي هي سموها فترة المراهقة، تبدي تصير حالمة وعايشة وهم الحب، وإذا تسمع مثلا من هاي الأفلام والمسلسلات تطلع ويصورون الحبيب والحبيبة وهاي الدراما، وهي ترى يعني تقريبا بعيدة عن الواقع، فتجي هي تبدي ترسم بخيالها صورة للشخص، مثل يقولون فارس أحلامها اللي هسه هي منتشرة، ما هي مواصفات فارس أحلام الكراش أو إيه. إكس أو إكس إيه. ما هي مواصفات فارس أحلامك، هاي كل ما يلتقون بأي فنانة يسألوها هذا إيه. السؤال جاهز، السؤال حاضر. هو ماكو شيء اسمه فارس أحلام ولا اكو شيء أحلام. الزواج هو شراكة، هو مشروع حياة، يعني مثل ما أنا أدخل شريكة ويا أي واحد أي شخص، في يعني مثل رجالين يدخلون شراكة بعمل إلى واجبات وعليه وإلى حقوق مادية والتزامات. نفس الشيء هذا عقد الزواج، هو هذا عقد أبدي إن شاء الله لازم يكون، وإنه بي الطرفين هم مشتركين بشروط وواجبات وحقوق. فلما هي هاي الفتاة اللي تتكلمون عنها اليوم هي ما وصلت هاي المرحلة من النضوج ولا تعرف هذا الشيء، وثانيا غياب الأب، أيضا غياب الأب إلى دور بأنه يلقن بنته هذا الشيء ويفهمها هذا الشيء. حكمة الأب غايبة بهاي القصة، يتيمة إيه، فحكمة الرجل غايبة بهاي القصة أو هاي الحادثة، فهي أيضا يعني حكمت من خلال موقف واحد. يعني أنا أعتقد هو هذا الرجل اللي بالقص بالموضوع اليوم، أي رجل لو كان ما كانت كان تصرف نفس الشيء، هم كان دافع عنها ضد ذول الشباب، ويعني ما هي رسمت بخيالها شلون هاي الأمير، حتى لو كانت مو رجل، مرأة واقفة بالشارع هم ممكن ساعدتها، غيرة موجودة وهاي بنت ومكان يعني صعب وموقف صعب أكيد راح تساعدها. إيه فهي هاي الأفلام ديزني مال كرتون، الأمير يساعد الأميرة وينقذ حياتها، فهي هاي كلها أحلام، أحلام مراهقة. فوهم الحب العايشته، فبدت أنه تبني على هاي الأفكار أنه ترتبط بهذا الإنسان بسبب هذا الموقف. موقف واحد ما يكفي حتى نعرف هذا الإنسان. وثاني شغلة، هو كان متزوج قبلها ومتزوج من مدة 6 شهور، 6 شهور وطلق. يعني أنا بعتقد يعني اللي كأمرأة هسه دا أحكي إنه المرأة من تريد تتزوج مو غاية هالطلاق، هذا حب أقوله يعني للعلن. المرأة من تريد تتزوج غايتها إنه تكون عائلة وتعيش ويا إنسان يقدم لها الحب ويقدم لها الحماية الجنسية والمادية والمعنوية، وتفتح ويا أسرة وتفتح ويا بيت وتبدي حياتها. ما تريد المرأة تطلق. يعني هنا كواي ناس يقول لك هي لو ما بيها حظ، لو ما اللوم هذا ماكو، هي لما نشوف المر فتقول لك منو اللي جورك عن المر اللي أمر منه. فهي من المرأة تطلب الطلاق وتروح للمحاكم وتلجأ وأريد حلا على قولة هذا الفيلم، هي غير شايفة الضيم من هذا العلاقة فتطلب الطلاق. كان المفروض بيها ولو تروح تستقصي عن سبب الطلاق، السبب الزواج الأول. يعني معقولة وعد 6 شهور ويكون هو السبب؟ يعني مع احترامي كل الرجال، بس أغلب الحالات اللي دا أشوفها من الطلاق معظمها ما نقول كلها، الرجل هو الطرف الظالم بيها. يعني بس ما أقول الكل، بس يعني المعظم أكو ممكن خيانات زوجية من قبل الزوجة، إيه صحيح، بس اللي أغلب دا أشوفه آني واللي تنشوفه بالمحاكم والقصص اللي تجينا للحالات تجيني بالعيادة، أغلبها كان هي الزوجة هو اللي هي ما استقصت على الموضوع وكملت. إيه كملت النوبة انخطبت بس أسبوعين. زين هذا يصير يعني أسبوعين آني شفته من هذا الإنسان، يعني 14 يوم. شنو يعني مختصة قتنس حين تكون فترة 6 شهور. ست شهور فترة الخطوبة لازم تكون 6 شهور. وإحنا كأعرافنا وتقاليدنا ما نسمح إنه يكون خلينا نقول خروج خلوات أو لا بحدود معرفة الأهل، حدود معرفة الأهل وأهلها، أهله وأهلها معرفتهم وبوجودهم، يصير كلام، يصير إنه ممكن إنه تحكي وياه، إنه بما يملي علينا أعرافنا وتقاليدنا وأفكار يعني ديننا الإسلامي، إنه ما يتجاوزون الحدود.
بس ممكن انه يصير تعارف حتى على الاقل تفهم هذا الانسان مقابلها بايش يفكر. شافته باثناء هاي الاسبوعين اكتشفت صفه انه العصبيه، وانه قام يسالها عندك موبايل وتطلعين وروحي ويا امك ولا تخلين احد يطلع وياك الا امك، ومن هالحكي هذا ينطي هنت، ينطي انطباع فكره يا مشكله دكتور انه هذا شكوكي. وهاي الطريقة عند هواي شباب، أي تحس بأنه هو يحبها، أنه هو حريص عليها وبدأ يغار عليها، فممكن شافتها شيء عادي لأنه تسمع هواي بنات نفسها. هي لو بس ناطي مجال نفسها من شافتها هيك تطول فترة الخطوبة حتشوفها هل هي غيرة مرضية أم غيرة صحية. الغيرة المرضية هاي أذيها بعدين، يعني أكو أني حالات إحنا شفناها بمستشفى الرشاد يجي قاتل زوجته بسبب الغيرة المرضية. الغيرة الصحية ما بيها شيء، يعني حتى الإمام علي عليه السلام يقول غيرة الرجل إيمان. نعم. فهي من الإيمان أنه هو وغيرة الرجل تكون بحدود أنه وتفضل غيرة الرجل على غيرة المرأة. أي أنه نعم. غيرة الرجل هي يعني حتى أنه يمنحها الحماية المادية حتى لا تطلب من غيره، أنه يمنحها الحماية الجنسية حتى تكون يعني هي هاي أنثى تابعة إلى ما يخليها أنه تكون تروح الغيرة مثلا. هاي غيرة رجل يصرف عليها انه يخدمها انه يوديها طبيبة انه كذا، يعني هي هاي القوامة، هي هاي القائم بأمرها صح. اللي انذكرت بالقرآن. بس الغيرة المرضية هاي لما يقوم يضيق عليها الخناق ويبدي يحاسبها على الطالعة والطابة وعلى الحجاية وعلى الوقفة وعلى الكلمة، هاي هنا راح تسبب مشكله. لما انت وهي المشكله هم دكتوره هي ما عانت من الموضوع، هو اسبوعين ما حاسبها قليل، ما حست هي قالت انا بالقصه بس ما شافت شيء، حست لكن ما نطت اهميه لهذا الشيء وعبالها غيره كملت. لحظات اللي شاهد شخص مرات بموقف تشوفينه بشخصيه، بس من يكون موقف مع شخص اخر تكتشفين بهذا الشخص عنده جانب ثاني. بالبدايه من بدا التعنيف مع اخت الزوج، يعني هي شافت جانب ما شايفته ويزوجها يعني لين فترة زواج الأولى. طبعا واكو شغلة انه ارد انوع عليها همينة، اكو بنات هواية طولون فترة الخطوبة. يعني المرة جتني مراجعة صار لها 7 أشهر مخطوبة وتزوجت، وبعد الزواج صارت مشاكل هواية وانتهت المسألة بطلاق. قلت لها لما انتي كنتي مخطوبة ب7 أشهر ما اكتشفتي عيوب؟ قالت عبالي اقدر اغيره. يعني هو هسه عمره 30 سنة، هسه تي راح تغيري؟ لا صعب، مستحيل، مو صعب، ما يتغير. فأكو بنات هواي المشكلة يجوز هذا الشخص أصلا يعني ما معترف إنه هذه هي عيوب. أنا نصيحتي لكل البنات لما نشوفين عيوب ما ينسكت عليها، لا تستمرين، ماكو داعي. هو الزواج مو فرض، الزواج سنة صح. حياة وليس فرض، واختيار جيد مناسب. اي والاختيار الجيد لان هو لازم يكون مرة واحدة، وتعرفين احنا مجتمعنا وشو نظرته للمطلقة يعني مع الاسف. فصعب انه يعني من ترجع مطلقة مرات تتعنف من قبل اهلها. يعني انا اعرف فتاة وحتى هي ذات شهادة من اتطلقت بسبب زواجها بزوجها كان مؤذيها هو وعياله وأهلها يعني عيالها، أو أخوها ضربها لا ما رجعها بس ضربها وأذاها. ليش تطلقين جيبين العار؟ وهيك يعني هاي نظرتنا إحنا للأسف من قبل. أخو المفروض يساندها. اللي شافته أنه هي أثناء ما قعدت عنده يم أهله، يعني يمكن هذا الشيء راح أقوله أنه يفضل أنه بعد ما نقعد يم الأهل، أهل الزوج يعني أكو خصوصية للزوج والزوجة، يكون لهم يعني لهم حياتهم الخاصة. وإذا ما متمكنين يعني هي رسول عليه الصلاة والسلام وعلى آله وسلم يقول من استطاع منكم الباءة فليتزوج. شنو هي الباءة؟ الباءة هي المقدرة المادية والجسدية. ف يعني المشاكل تصير هسه طلاقات وأكثرها من العيال، من وراء العيال مشاكل ويا العيال، وقالوا له يلا طلق وهو طلق خلاص. طبعا مجتمعنا يشبه المجتمع المصري، وملاحظين احنا كنا شرقيين وغيرها شرقي؟ لا قريب إلى كون نفسي يلا اتزوج، يجيب الشقة تكون عليه الزوج والتجهيز على الزوجة. يعني يكون عنده شقة، يكون عنده بيت خاص بي. يعني وقليل ما نشوف حالات بمصر يتزوج ويا أهله. يعني أنا دائما أقول في
في أي مكان أروح. أسا إذا أخت وأخت خوات اثنين ببيت واحد نفس الأب ونفس الأم ونفس التربية وهم يتناقرن بيناتهم هم يتعاكن بيناتهم، فشون أنت تجيبين بنية مترباية بغير بيت وتحطيها وهي ناس غربة ها؟ ومرات والله حتى قرايبهم خالتها أو عمتها هي يعني أخت أبوها وصير عدوتها وصير مشاكل يعني تصير أمور هواية. زين زين شافت شافت الأخت تنضرب نعم. شافت هذا الشيء عادي صح. آه هي كان المفروض تروح تلجأ لأهلها تطلب نعم. مساعدة تقول لهم يعني هذا دي يضربني هذا ما هي طلبت وبالتالي قالوا لها تحملي تحملي هنا هذا الخطأ الآخر إنه تحملي وهاي قسمتك ولا تطلقين ومن هذا ومن آخر شيء من انضربت ضربة قوية بحيث أغمى عليها تقولها أمها لو متحملة يعني شكو بيها أنا أبويا هم شلون بالله أبوك يا ما ضربني أي. حالة هسه هذه الحالة هي وصلت للطلاق وانتهى الموضوع، لكن في حالات نفس الموقف تمر بها هسه الآن شنو تسوي؟ بعد هو لازم إنه نوعي المرأة هسه إنه أكو مراكز شرطة مفتوحة وأكو الشرطة المجتمعية، فيعني المرأة تقدر هسه تتصل أو إنه تروح على هذا المكان إنه تشتكي وتروح للمستشفى، بالمستشفى أكو هذا قسم الطوارئ جايبة ورقة من الشرطة يتم فحصها من قبل المقيمة الموجودة بداخل الطوارئ وتكتب المشاهدات حتى هذا تسجل هذا راح يصلح حالها راح يصلح طلاق رسمي مو المشكلة إذا تشتكي عليه زوجته هاي انتهت بعد شلون بعد مكانته بالمجتمع زوجته أنا أريد أعرف عليها. يعني أكو نساء يريدن يشتكين ويقدرن يشتكين بس ما يعرفون وين يروحن وش يسوون بس هي يعني تشتكي على زوجها يعني حتى احنا طبعا ملاحظه احنا من هو طبعا مو زوجها اخوها ممكن ابوها اكو حالات مثل ما تفضلتي ادت الى قتل الزوجه بسبب العنف المستمر طبعا العكس صحيح قتل الرجل فاحنا نتمنى انه اذا تعرض احد حتى لو اطفال مثل ما شفنا بالسوشيال ميديا تنتشر انه يروح للجهات المختصه بالمستشفيات بالمراكز في اكو لجان خاصه عن هذا الموضوع عن التعنيف الاسري حتى انه ممكن يسيطر على الموقف. موضوع اخير دكتوره بتول نتكلم عن الحقوق، هذه الحاله فقدت كل حقوقها بسبب الخداع اللي صار نعم. بحياتها وحاولنا مع مختصين بالمجال القانوني وماكو فائده بالموضوع ما نقدر نرفع قضيه حتى نساعدها مره ثانيه. كيف تبدي حياتك انت اليوم كمختصه وانت اليوم طبيبه نفسيه ريتها تبدي من جديد في امل للحياه ممكن مستقره ممكن تغير من حياتها؟ طبعا هو الامل موجود الصدمات موجوده بكل مراحل حياتنا ممكن احنا ننصدم اي صدمه كان نفقد الاب نفقد العزيز نفقد ممكن ندخل بطلاق او يموت طفل ماكو شيء ماكو امل تقدر هي البنيه تبدي تشتغل على نفسها تبدي انه مثلا تقدم خارجي تحصل شهاده تقدر تحاول تحصل فد عمل اذا ما قدرت تحصل على وظيفه تقدر انه بداخل البيت تقدر تشتغل من داخل البيت في اعمال نسائيه معينه اكو هذا اليوتيوب هسه المفتوح والانترنت تقدر تتعلم اي حرفه من عنده حتى اللغه تقدر مثلا انه تسجل دورات لغه انجليزيه وبعدين وراها تتحول الى انه تصير معلمه لغه انجليزيه في احد الدور او يعني او تصير مربيه اطفال يعني هي الطلاق مو نهاية العالم يعني هاي أريد أقولها لهذا للمجتمع يعني مرات يعني هاي أسمعها تقولها هاي مرة جتني حالة تقولها أمها قالت لها إذا تطلقين عتبة الباب ما تطلعي بس للقبر لو الغير رجال يعني هي كده يصير هذا الشيء خطأ يعني هي فوق ما انكسرت أم وأرجع أقول هي المرة من زوجت ونزفت وراحت فرحانة لهذا البيت ما كانت تريد تطلق هي مو من متعافية وطلبت الطلاق هي من ضيمها فإحنا لازم نوقف وياها كمجتمع كشرطة كقانون يعني هسه حتى القانون يعني هم لازم إحنا نرجع ونعيد النظر به ونسعى ونناشد إنه يحطون قوانين من أجل حماية المرأة والطفل من التعنيف في العراق. فحسب مختصين الطلاق بسبب العنف الأسري وعدم الاحترام وصل بنسبة 55.12% وفي النهاية وجود التوافق بين الزوجين أمرا أساسيا قبل اتخاذ قرار الزواج إذ إن سمات الشخصية تتغير للفرد بمرور الوقت فمن الممكن أن تتغير شخصية الزوج أو الزوجة بعد الزواج وممكن ملاحظة الشخصية في فترة الخطوبة.